معايا يلا. بس بقول معلومات بقول معلومات معنى الشكل ما يعيب. بس بقول شوفوا يا جماعة أي شيء تبونه يصير سريع، يعني مثلا تبي تخسر وزن بسرعة، تبي تمتن بسرعة، تبي شعر يصير بسرعة، تبي كلش كلش بسرعة، شيء واحد يا جماعة الكارانتين. ليش الكارانتين؟ هو موجود في تابلت وموجود بالأطعمة ولكن كمية بسيطة. الكارانتين شيء يسوي؟ يسرع لك بيوت الطاقة. يعني عامل تبي يبني طوف، أوكي، عامل واحد ما يقدر يبني لك 10 طابقات، لا يبني ونص، يسرع 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 ويعطي باور حق الجسم. عشان كذي بالنوادي دائما يستخدمون الكارانتين على الريج، مثلا الجرعة اليومية 3000، يعني إذا كانت الحبة ب1000 تاخذ 3 حبات، تاخذ مثلا حبتين على الريج إذا كنت بتخسر وزن وايد، أوكي، على الريج تنطر شوي ما تريق بعدين تريق، وتاخذ واحدة قبل النادي، وتقدر تسويها العكس، عرفت؟ على حسب مزاجك. راح يسرع لك بيوت الطاقة، الاحتراق راح يصير عندك وايد روعة، وتبي نتيجة صدق قوية، ودائما أنا أجربها. أنا عندي فوق سلم اللي تشوفونه دائما أصور فيه لنفس النوادي، شريته عندي خليته أخذ الكارانتين على الريج وأمشي لي 10 دقائق أو ربع ساعة، كذي 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 أضعف بسرعة بسرعة بسرعة. فقلت لكم شنو الكارانتين، بس مو معناته أخذ الكارانتين وخربط بالأكل، شلون بشوف النتيجة؟ ما راح أشوف. ولا تقيس على المتن والضعف، قيس على الشعر، على البشرة، على صحة الجسم بشكل عام، أوكي؟ رز معي يلا إخواني إخواتي. ضروري جدا تستخدمون الزنك، ولكن ما ناخذ تابلت، خلنا ناكله بالاغذيه اللي الله سبحانه وتعالى حاطها. خلنا ناكل سمك لو بالاسبوع مره، سمك انت ياكلي زوجك عيالكم، ما احب، لا لا تحب لو سمحت. دقيقه دقيقه، الو هاي، ها حسام شو بدك؟ لايك لايك يا بصور سناب، اوكي شو ما معي مصاري، ما معي يلا حل عني حل عني باي. عرفت شلون؟ زنك، اكلوا زنك زنك. يعني شوف شو تسوون لما تطلعون مطعم، ليش لحم هالطولة هالكبرة تقول كان عازم ذيب وتعضضونه كذي وشنو؟ ليش يا صدق بين درس طلبوا سمك، مأكولات بحرية، ربيان، قواقع ما المهم سمك خلي الزنك شوية عندكم. الزنك يا جماعة يقوي الخلايا المناعية وزين حق الشعر والظافر وبكل شيء بشكل عام كله. زنك مرة بالأسبوع، مرتين لما تطلع.